انا مش عايزك تتخض، خد الامر ببساطه. قطة لطيفة شربت نقطة بعد ما شربت جلعت غطة. حسيت بحاجة؟ اوعى تموت مني، احنا لسه في اول الفيديو، البلاوي جاية، خليك رويح. أول حاجة بتغسلها وأنت بتستحمى بتقول كتير عن شخصيتك. طب دي اقول لها ايه؟ طب مين اللي قال كده؟ علماء النفس والسيكولوجيين والنفسيين علماء النفس والسيكولوجيين سابوا كل حاجة وعايزين يعرفوا انا بغسل ايه؟ هتفرق؟ لا هي ايه، مش اللي في دماغك، مش اللي في دماغك خالص، انا قصدي يعني اللي بتفرق معايا على حسب الصيف مش الشتاء، يعني حضرتك ممكن تقولي امثلة وانا اشوف نفسي انا واحد فيهم يعني. زي مثلا الناس اللي بتيجي تغسل رجليها. انا مش عارفة في حد ممكن يكون بيبتدي يستحمى يغسل رجليه. لا مش مهم بقى، احنا مش هنتنمر يعني، اللي كويس قوي اللي بيغسل رجليها، فان في ناس بتغسل حاجات انت ما تعرفهاش، فيا ريت نخش على اللي بعده. اصل بصراحة مفيش حد بيغسل رجله في الاول. لا واثقه قوي، امال عرفت اللي فيها؟ اما الناس اللي بتغسل ظهرها في الاول، طب ما انا اعديها بقى يا فندم، علشان احنا كده وصلنا للظهر، بعد كده هنوصل لحتت مش لطيفه يعني، وبعدين احنا هنستفيد ايه لو عرفت؟ تقدروا تعرفوا شخصياتكم من اول حاجة بتغسلوها وانتوا بتستحموا. او ممكن يبقى سؤال في اي ديت، بتغسل ايه اول حاجة اول ما تيجي تستحمى؟ فسهل قوي تعرف الشخصية. اه يعني انا جيت اتعرف على واحد فعشان اعرف شخصيته عامله ازاي بقى وبيفكر ازاي الراجل ده، فاساله اول حاجه بتغسلها ايه لما بتيجي تستحمى، صح؟ على فكرة أنا راجل مسجل يعني، عشان تبقي فاهمة يعني، ومصر الدنيا كلها عارفاني يعني، مسجلين مصر كلهم عارفين. الله، الراجل ده واثق من نفسه قوي كده وشكله خطر، يا ترى الراجل ده بيغسل ايه أول حاجة لما بيجي يستحمى؟ امشي بقى امشي امشي، خلتيني أفكر في حاجات غريبة. بره أبيض ومن جوه أسود، إيه هو اللي من بره أبيض؟ ابيض برضه. حاجة حضرتك، في حاجة ولا حاجة؟ جالهم هلاوي السماوية والبصرية، من بره ابيض ومن جوه اسود. او ممكن يكون قصده على ضميرك ولا ما تسرعيش. قال لك من بره ابيض ومن جوه اسود، ده ايه؟ هو فعلا مش اي حد يستفزك تثبتي له، يعني انت بتثبتي ايه؟ علي يا علي يا علي، حط في القلب الاورنج يا علي يا علي. حط علي، حط عشان حاسس ان احنا هنولع في القعدة دي. بس تاخد ملابس. انت بتعملي ايه، بتشيشي؟ انا ما كنتش متخيل منك، وانا اللي فاكرك مؤدبه. بتضحكي وانا اللي اتخدعت في براءتك. وايه اللي بيحصل؟ النسوان بتنهار. ايوه ما انا عارف، عندي خبر. اه بس الحاجه دي نسوان بتنهار معاهم برضو. اه بتنهار بتنهار، يبقى لسه محسوبه على النسوان. اسمع النكته دي. لا والله ما انا سامع حاجه، لما اسمع هاي انا جيت. هاي انا جيت. ايوه كده، ايوه عشان الواحد ياخد الجلطه صح يعني. قولي حاجه. واحد حشاش اتجوز واحده نحيفه قوي، فطبعا ليله الجواز امها لفت جسمها بورق جرايد ولبستها الفستان، فليله الدخله بقى طبعا العريس بقى قلعها الفستان، فقعد ايه يشيل في ورق الجرايد لحد اما تعب، فاتصل بحماته قال لها يا حماتي هو في صفحه كام؟ اما هو ده اللي كنت خايف منه، من الفراغ اللي انت قاعده فيه ده، بتقولي نكت سافله دلوقتي يا حاجه. يا جماعه يا ريت اهلها يتجوزوها، البنت لسه صغيره وطايشه على فكره، فانا خايف تنحرف. هي الاولاد دي اهاليهم فين يا جماعه؟ انا خايف لا الشاب ده يتحرش بالفتاه دي وساعتها هتندموا، ولا هتقولوا يا ريتنا كنا خلي بالنا من اولادها. شكله متحرش والله، والبنت اللي معاه شكلها بريئه، والله هتندموا. نام يا حبيبي، ارجع نام يا ابني، قلت لك نام يا ابني. امشي امشي، دي تعجلس قوي التومه. صفوا النية مع دود. دود ده لما دود ده تصفي نيتها الأول. نيني 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 نيني. عارفة لو ما مشيتيش هقل أدبي. أنت عاملة كده ليه يا ريم؟ في إيه طيب؟ في إيه فاهميني طيب؟ ريم مهبطة، اعملها شوية ماء بسكر ولا أنتوا ما بتاكلهاش ولا إيه؟ البنت من قلة الأكل بقت شبه الزومبي. عايزة أهادي كل شاب لبنت من بناتي يكون فيها جيناتي. انا مش عايز، مش عايز الهدية السودة دي على فكرة. تخلفوا بنين وبنات وتعيشوا في ثبات ودبات. حضرتك ما نروح نكشف ونطمن على نفسنا كده ونعمل تشيك اب، والعباسية مش بعيد. فوضت امري لله، خلاص انا ضغط عالي. الو، ايوه يا فندم. ايوه لو سمحت كنت عايزه اسال على حاجه. اتفضلي يا فندم تحت امرك. الاقي عندك امان؟ امان؟ ايوه امان. اه ده على اساس انه طبيعي يعني يا فندم، اي حد عايز امان يتصل بالراجل بتاع الامان يبعت له 2 كيلو. اه فاهمك، استنى.
يا ريت يا فندم تفهمي عشان دماغي ما تروحش لبعيد. عايزه حد استند على ايه واحس ان انا مسنوده على جبل. جبل بقى فهمت انا كده. عايز حاجه تاني. حد يطبطب. يطبطب فين؟ ولا طبطبه عموميه؟ حد يكون عارفني اكتر من نفسي. يعني اعرف مكان الطبطبه ويطبطب هو لوحده، محدش يقول له يحسها. من الاخر عايزه اكون سعيده. سعيده؟ لا للاسف مش موجوده. احنا محل كلمه هنا فندم، لو عايز كلمه ابعت لك. وفي شرابات نايلون. مش موجود؟ لا فندم للاسف مش موجود، بس ممكن على الاسبوع اللي جاي ادخلهم في قسم اي حاجه ب2.5 ان شاء الله باذن الله. تقفلي في وشي. ما بقولك في شرابات نايلون، ما تاخدي لك شرابين. ليه؟ مالك؟ مالك ياسين في حاجة؟ ليه؟ ليه ايه بقى بالظبط؟ مالك؟ ليه؟ طيب شكلك متعبول انت، فانا هلف لف وارجع لك. حياتي. بس انا ببوظ زي تيتا وجد فاهمة؟ ممكن تحبوني معاكو؟ انا غلبان. غلبان انا مش كله ليها. نطي نطي. بموت فيها. والله يا بنتي مش لوحدك، كلنا بنموت فيها. لا بصي هو انت ايام تشيكن على دماغي من فوق ما فيهاش حاجه، بس البيضه دي جت منين بقى؟ انت بتبيضي؟ صباح الخير. صباح ابيض. انا قمت من النوم لقيت امي واختي طفشوا. يلا في 60 داهيه، 60 وفروا، خدي التمويل لوحدك. ليه؟ ما انا راجع لك، راجع لك وهنقعد كلنا مع بعضينا ونشوفه ليه ونحلها ان شاء الله. هروح لمين يا زمان؟ قول لي، خلي رمضان كل ورث امي والله برافو عليك رمضان، انت كلت ورثهم يعني. كمل جميلك بقى، هات لهم اسد ياكلهم. احلام بيك افتكرت احققها، وفي ليله نمت مصدقها. يا فندم عندك حمام ممكن تخش تغني فيه براحتك، فقول الحمام عندكم مشغول ولا في سدد ولا حاجه، تعالي استخدمي الحمام بتاعنا، بس ما تطلعناش في التليفون. عمري هو فين عمري؟ وقلبي هو فين قلبي؟ دورت كويس؟ لا تكون شايلهم في مكان وانت ناسي ولا حاجه. قلبي يا عم والله ان شاء الله هتلاقيه، بس انت دور كويس. والله يا استاذه رضوى يا الحريم بتصعب عليا لما بتتضرب وتتشتم وتتهان مع اي راجل كلب. هو اللي كلب؟ مع اي راجل حيوان يتجوز واحدة يشوف نفسه عليها ويضربها ويشتمها، ده بيبقى راجل حيوان. والله هو حيوان اللي ماسكك تليفون، ده ساب الحريم كلها وطلع يشقط رضوى الشربيني. انت اي راجل يتمنى يعيش تحت رجلك؟ امشي امشي جرستونا. حضرتك ممكن تستخدمي المرايه تظبطي وشك، ويا اما تستخدمي الكاميرا، بس ما تصورناش فيديو، يعني احنا مش ناقصين قرف. ليه؟ والله انت صعبان عليا، قول لي ليه ايه وانا اساعدك. ليه؟ بس انت مبرشم، صارحني انا مش غريب، عايز اساعدك. ليه؟ طب اضرب نفسي بالرصاص وارتاح ولا؟ بس ما عنديش مسدس. ليه؟ طب اديها نص ليمونه كده ولا حاجه، حاول ترجع عشان تفوق. اختي يا بغلتي مدمره حياتي حياتي، اختي يا بغلتي مدمره حياتي كده. دي الهبله وخلفتها، بس عرفوا ان النت بيجيب فلوس يعني وكده. طيب يعني سلعاوي بقى. خبرني وكلي وينك؟ قلت لقاني بالبيت، كان يقول لي لا كذابه انت في قلبي، عمة عينه خوفني، خاف عرف طالعه. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. ليه؟ والنبي اللي يعرف ليه يقول له، عشان انا ماشي بقى هتكل على الله. السلام عليكم.